النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات تدل على نمو ضعيف للاقتصاد الفلسطيني في العام الجاري، يصل إلى 2.5% بعد 1.5% في 2013، انطلاقا من الغموض السائد حول مفاوضات السلام مع إسرائيل. وقال كريستوف دونالد رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وقطاع غزة إن الآفاق الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على نتيجة محادثات السلام. رفعت وزارة النقل والمواصلات في الحكومة المقالة بغزة أسعار أجرة المواصلات الداخلية في المنطقة الواحدة وبين المحافظات، مراعاة لظروف السائقين الذين باتوا يجبرون على تعبئة الوقود الإسرائيلي بنحو دولارين للتر الواحد. وكان قطاع غزة يعتمد في الفترة السابقة على الوقود المصري المهرب رخيص الثمن، وعقب إغلاق الأنفاق صار وصول هذا الوقود لغزة من سابع المستحيلات. دعت دول أوروبية وفي شمال أفريقيا أمس إلى مزيد من التنسيق لتجنب الأزمات الغذائية في المستقبل، لا سيما في إمدادات الحبوب في منطقة البحر المتوسط. ويتعين على دول شمال أفريقيا تخصيص ميزانيات ضخمة لواردات الغذاء، وتواجه خطر الاضطراب الاجتماعي إذا ارتفعت الأسعار العالمية أو إذا لم تتمكن من تلبية الطلب من سكانها. سجل الفائض التجاري في ألمانيا رقما قياسيا تاريخيا في العام الماضي على الرغم من تراجع طفيف في كانون الأول، كما أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاءات أمس. وارتفع هذا الفائض العام الماضي إلى 200 مليار يورو مقارنة مع 190 مليار في 2012 وفق المعطيات الإجمالية. وأخيرا أسعار العملات مقابل الشيكل.